الإخلاص، الإخلاص أيها العباد أيها الزهاد، الإخلاص الإخلاص. من أراد الخلاص فعليه بالإخلاص، فاعبد الله مخلصا له الدين. ولاحظوا أنه لم يقل فاعبد الله مخلصا الدين مع أن الدين لله، لكن أبرزاد المبنى هنا فدل ذلك على الاهتمام به. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، أي مخلصين لله عز وجل. وجاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال معتبرة صحة وفسادا، صحة وفسادا، ثوابا وجزاء، بالنية. ومن قدم على الله بلا نية كان عمله هباء منثورا. وإن النية لتنفع صاحبها في عمله، كما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية. وبوابة إخلاص النية لله أن يبقى القلب دائما في تطلب الإخلاص لله، وأن لا يركن ثقة لنفسه، بل أن يتابع دوما مسألة الإخلاص. وجماع ذلك كله أن يتأمل في هذين الأمرين: عظمة الخالق في أمره ونهيه وملكه وتدبيره، وضعف المخلوق. فمن عرف ضعف المخلوق لم يتطلب ثناء المخلوق، ولم يعبأ بسب المخلوق. ومن تأمل عظمة الله قاده ذلك إلى المحبة والخوف والرجاء، يرجو الآخرة لأنها عند الله عز وجل، فيحذر العذاب ويرجو ما عند الله عز وجل، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه.